صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، وواحد من ربيع الثاني 1440. النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء اللي فات 26/11/2019 أول مرحلة للتأمين الصحي الشامل على أنحاء جمهورية مصر العربية كلها، وكان بدايتها من محافظة بورسعيد الباسلة. هنتكلم النهاردة عن إيه هو التأمين الصحي الشامل، إيه هو المواطن، دور المواطن إيه، هيعمل إيه العائد على المواطن من منظومة التأمين الصحي الشامل. طبعا هي مراحل، هي 6 مراحل. أول مرحلة ابتدت بالفعل تطبيقها في محافظة بورسعيد، وبعد كده كل مرحلة هتاخد دورها بقى إن شاء الله، بس في البداية طبعا تطبيقها بيبقى صعب. تعالوا نشوف النهاردة مع الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب المصري عن اللجنة المصرية أهم المعلومات عن التأمين الصحي الشامل. مشاهدينا هنروح فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح تنسى. صحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال. والنهاردة بنتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء اللي فات، فعايزين نتكلم النهاردة ونفيد المواطن عنها عن تفاصيل كل حاجة خاصة بيها، إيه العائد وإيه اللي هيستفيد منه المواطن من هذه المنظومة، وإيه هي الاشتراكات وأشترك إزاي، وإيه هي الشروط كمان. تعالوا نعرف عن أهم المعلومات الخاصة بيه منظومة التأمين الصحي الشامل مع الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب المصري عن لجنة الصحة. صباح الخير دكتورة شادية. أهلا بك يا أستاذة بأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. شرفتينا يا دكتورة وأهلا بحضرتك. أنا شرفتي بكم. مرسي يا دكتور. طبعا الصحة مهمة جدا، أي دولة متقدمة يقولوا فيها يعني تبقى حاجتين ناجحين أساسيتين في المنطقة دي، اللي هي التعليم والصحة، شيء أساسي جدا أي دولة تلاقيها متقدمة لازم. فبند الصحة ده شيء مهم جدا يا دكتورة شادية. في البداية طبعا عايزين نعرف مشاهدينا ايه هي منظومة التأمين الصحي الشامل وهدفها ايه كمان للمواطن. اولا زي ما حضرتك بتقولي اهم حاجة الصحة والتعليم، وما فيش اي حاجة من غير صحة، يعني ما فيش تعليم من غير صحة، ما فيش انتاج من غير صحة، فالصحة بتاخد الاولوية الاولى. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الحقيقة عمل مبادرات كتيرة جدا، لكن من اهمها تحفيزنا وكان ورانا ولا إخراج قانون التأمين الصحي الشامل اللي هو بقاله 17 سنة لأي قيادة سياسية قدرت تطلعه، ولا أي برلمان قبلنا قدر يطلعه، والحقيقة كان بتشجيع لينا وتحفيزه لينا. وإحنا يعني كان في لجنة الصحة وإحنا بنناقش هذا القانون، إحنا خدنا لجان استماع من كل الجهات المعنية، وكنا بنقعد للساعة 9 و10 بالليل، كنا بنواصل لجان باللجان. يعني كان في تخطيط يا دكتورة شادية في البداية، وكان شغل قوي جدا. طبعا ده من زمان، من 2018 كان بدأت التخطيط فيها. لا ده من قبل كده، هو القانون بقاله كتير، لكن فعلا احنا طلعناه فعلا في 2018. بس كان يعني الرئيس ورانا قوي، يعني كان بيحفزنا جامد وان احنا نخرجه كما ينبغي ان يكون، وفعلا خرجناه بالصوره اللائقه اللي هي تخدم المواطن المصري. يعني ايه هو الزامي؟ قانون الزامي لكل المصريين، مش هيسيب حد، مش هيسيب حد. يعني انا عندي قانون التامين الحالي بياخد حوالي مثلا اكتر من 50% من المواطنين، اللي هو التامين الصحي الحالي. مشكله التامين الصحي الحالي عشان نعرف التامين الصحي الشامل ايه اللي يفرق عنه،
هو الممول او مشتري الخدمه وهو نفسه اللي بيقدم الخدمه. بما ان التمويل قليل فبيبقى الخدمه متدنيه، ما هو مش قادر يعني يقول لك العلاج ده ما اقدرش اصرفه في التامين، العمليه دي ما اقدرش اعملها في التامين، يبقى اذا المريض ما بيتعالجش كما يتطلب اليه مرضه لضعف التمويل بتاع التامين الصحي الحالي. لكن التامين الصحي الشامل لا، هو قانون تامين صحي تكافلي، تكافلي يحط عليه 100 خط، اجتماعي شامل، يعني اللي معاه اكتر بيدفع اشتراكات اكتر، اللي معاه اقل بيدفع اقل، اللي ما معهوش الدوله بتدفع له، يعني الدوله بتدفع حوالي 33 مليون مشترك، ده اللي هم غير قادرين، وهي هتبقى فيه محددات لغير القادرين، الدوله اللي هتقوم بيهم. طب هتقوم بيهم منين؟ من الموازنه اللي اساسا كانت بتخصص للصحه، فدي هتبقى لمين؟ للغير قادرين. القانون الحالي بقى، القانون التامين الصحي الشامل جماله في ايه؟ ان مقدم الخدمه هيئه، الرقابه على الخدمه هيئه، التمويل هيئه، فاذا اللي بيقدم الخدمه ما يعرفش اللي قدامه ده غير مريض، ملوش دعوه بالتمويل خالص، بيقدم له الخدمه كما يتطلب اليه مرضه، يعني اي علاج عايزه بياخده، اي عمليه بيبقى محتاجها بيعملها، يبقى اذا قدامه مريض ومحتاج مرضه كذا فبيديله العلاج. طيب التمويل ده جهه ثانيه اللي هي رئاسه الوزراء، الرقابه رئاسه الجمهوريه. مظبوط. فطبعا انا عندي ثلاث هيئات منفصلين تماما. طبعا القانون ده بدانا فيه في الاسماعيليه، طب ليه في الاسماعيليه وفي الاقصر على فكره دلوقتي برضك؟ ليه؟ لان في لازم شريطه هذا القانون ان يكون في مستشفيات فيها جاهزيه للتطبيق، اللي هي فيها اكريديتيشن او اعتماد. يعني ايه اعتماد؟ يعني يبقى فيها درجات معينه من الجوده، درجات معينه من مكافحه العدوى، فيها اطباء متوفره، في تعليم طبي مستمر، في سلامه وامن مهني، يعني كل الكلام ده. لقيناه في اول محافظه، محافظه بورسعيد. لقينا في بورسعيد، وكان احنا برده كان في المخطط السواحل، لان دول حدود البلاد. يعني دول بدأنا بورسعيد، في اسماعيليه، في جنوب وشمال سيناء، هو المفروض كانت المرحله هتشمل ده كله، اللي طيب السويس والاسماعيليه. هي مراحل، ست مراحل، حضرتك تشرحي برضو المشاهدين المراحل، يعني للتطبيق القانوني ازاي؟ ايوه، يعني المفروض هو بيتطبق في مراحل، واحنا اشترطنا في لجنه الصحه ان لما بيدخل في المحافظه السين مثلا زي بورسعيد ما يخرجش منها لمحافظه ثانيه الا ما كل الوحدات الصحيه وكل المستشفيات وكل اللي موجود في المكان حصل له اعتماد واكريديتيشن وبقى على كواليفايد على اعلى مستوى، فهيسيبه ويروح للمرحله الثانيه، فده هياخد وقت. احنا بنقول مش كله هيطبق في وقت واحد، هياخد حوالي 12 سنه، وده بقى احنا اهم حاجه. يعني هينتهي 2032. المهم ان احنا بدانا، لان حكومات قبلينا ما بداتش، قيادات سياسيه قبلينا من كام سنه وهو مطروح هذا القانون، برلمانات قبلينا وما قدرتش تطلعه، احنا بدانا وطلعناه. طيب المحافظات الثانيه، قول لي طب المحافظات الثانيه يا دكتوره نظامها ايه؟ اتعمل على التوازي 29 مستشفى نموذجيه في جميع المحافظات. يعني ايه مستشفى نموذجيه؟ وفي محافظات تعمل فيها مستشفيتين. يعني ايه مستشفى نموذجيه؟ مستشفى فيها كل التخصصات النادره زي مخ واعصاب وفاسكولار اللي هي اوعيه دمويه، زي مستشفيات الجامعه، عشان كل الحمل تقيل قوي في التخصصات دي على مستشفيات الجامعه. يبقى في كل محافظه ضمنت ان في مستشفى نموذجيه فيها كل التخصصات النادره، يبقى ده نوع من الاصلاح الصحي برضك للمحافظه دي، ان هتبقى ان انا بكفيها، وفي نفس الوقت بعمل اصلاح للمستشفيات اللي موجوده عشان اخلي فيها جاهزيه لما يجي الدور عليها يبقى جاهزه ان اطبق فيها القانون التأمين. يعني كل مواطن دلوقتي بقى له الحق في الرعايه الصحيه المتكامله وعلى اعلى جوده زي ما حضرتك، وسواء معاه ونقطه برضك، سواء معاه او ما معهوش هيبقى ايه؟ كله هيبقى سواء، ومش هنسمع كلمة اللي ما معهوش هيموت، لا اللي ما معهوش هيتعالج. وهو إجباري، وكل أسرة مصرية إلزامي هتشترك فيه حتى طبعا. حتى الناس اللي طيب الأرزوقية اللي في الشارع. يعني أنا كمواطنة أشترك إزاي بقى؟ إيه الشروط اللي واجب توفرها عشان أروح أقدم في التأمين الصحي؟ لا ده هو ورقي إيه؟ حضرتك اللي بتقدمي ده هو الدولة بتاخد كله إلزامي، كل ال 104 مليون ولا بقى 106، كل دول بيبقوا يعني اللي في الهيئات الحكوميه العامه والخاصه كله ده بيبقى ليه اشتراكات. الناس اللي على الارض
اللي هي ما بتشتغل يعني مثلا بتشتغل يوميات برضك بتدخل بنشوف بتقدر تدفع ولا الدولة تدفع لها، في محددات للدولة؟ هو تخطيطي دكتورة شادية لا ده جامد حلم، جدا ده حلم وحلم يعني، حلو ده جدا لو عشان كمل ان شاء الله يكمل. ان شاء الله. الحقيقة الرئيس عمل مبادرات جميلة صحيح، يعني هو أيقن ان زي ما هي انا بقول بس لحضرتك ما فيش حاجة من غير صحة. ايوه الصحه، ان الواحد بيزعل جدا لما يروح فعلا مستشفى ما يقدرش ان هو يدفع حتى ثمن في التذكره، لحظة دلوقتي ضعفه بقت بمرضه ب 400 أو جنيه حاجة. وبقت اسعار غريبه جدا. وكمان احلى بند هنا المسنين، يعني الناس الكبيره ان هم ما بيقدروش فعلا، حتى معاشهم مش بيكفي الحاله المرضيه بتاعتهم، ده بيساعدهم يا دكتوره شاديه. يعني انا كمواطنه استفيد ازاي من التامين الصحي؟ بيعود عليا بايه؟ لا ما هو التأمين الصحي هيعالج. أنا يعني على هل فكرة انا كنت مثلا عملت مبادرة اللي فوق عندي في إمبابة، وفي واحد قدمها لي الحقيقة، إن الناس اللي فوق 70 سنة المفروض ما يدفعوش تذاكر، ياخدوا علاجهم الكلام زي لو هم حتى ما مش موظفين أو ما لهمش تأمين الحالي، يعني ما هو مش كل الناس ليها تأمين الحالي زي ما قلت لا ما لحضرتك. فيش الصراحة. فدول الناس المسنين دول لهم برضك حق علينا، وبيبقى معاشاتهم ضئيلة والعلاج غالي جدا، يعني حتى العنايات عشان انا اودي عناية دي ازمتنا كلنا كنواب، العناية بره بخمس وستة الاف جنيه. طب مين مع مين جاله ستروك فجأة، يعني جاله جلطة في مخه وفجأة معاه 5000 جنيه يدفعهم كل يوم طيب او كلام زي ده؟ دكتورة شادية، أنا دلوقتي هل التأمين الصحي أنا تعبانة أروح مثلا أكشف، ولا هو تأمين صحي شامل على حياتي؟ يعني ممكن كل 6 شهور أروح أشوف يعني إيه بنظام زي لا الدكتور ما لا بيقول إن تحليلي كل 6 شهور، هل أنا أتشك يعني هل أنا أروح عيانة بس وأمشي وخلاص، ولا بيبقى فيه لا، على تشيك أب حسب على الحالة الطبيب وعلى الأسرة؟ المعالج، على حسب الطبيب المعالج قال لك تعال. يعني واحد ربنا معافيه وما عندوش حاجة يبقى وبيدفع اشتراكات برضك، يحمد ربنا ان ربنا معافيه وبيساعد غيره، فمش لازم طالما ان ما فيش حاجه. عايز تعملي تحاليل تشيك اب ولا حاجه بتروحي للدكتور، لو شايف ان انت محتاجه للكلام ده يتعمل، مش محتاجه نوفر ده لحد تاني. اصل بره يا دكتوره لازم الاسره بيبقى فيه كده دكتور متخصص ما هو في للاسره، طبيب اسره طبيب ده لازم، الاسره لو هو قال يوضح هذا برضه. الكلام، لو قال هذا الكلام عشان برضك احنا امكانياتنا، ما احنا نبص برضك لامكانياتنا موازناتنا، فاحنا عايزين نعالج المرضى اللي عايزين يعملوا تشيك اب والكلام زي ده. اذا الدكتور شايف ان هم حد مثلا عنده تاريخ مرضي التاريخ وراثي في المرضي. العيله او كانسر او بتاعه، وعايز يعمل تشيك اب كل 6 شهور علشان عنده فاميلي هيستوري مثلا بتاع تيومر او يعني او اورام سرطانيه، خلاص الطبيب قرر ده، بس الطبيب اللي قرر، لكن مش واحد هيقول لك انا هروح اعمل تشيك. احنا عايزين المريض يتعالج، وكمان يا دكتوره المريض شادية يتعالج. رعايه ال برضو الاسره، لان احنا مش عايزين برضو جيل يطلع فيما بعد ان يكون في حاجه في صحته، في خلل في شيء ما، الحقيقه فالرعايه سعاده الطبيه الرئيس عمل من البدايه مبادرات حلوه. ما هو كمل 100 مليون صحه لمعالجه الامراض السريه الغير سريه، الضغط والسكر والسمنه والقزامه، لان فعلا لقينا الاطفال نتيجه لضعف نيوتريشن او التغذيه السليمه، الاطفال بقت كلها فعلا الى حد ما ما تميل هي الى دي مشكلة. التقزم الاسر، لان على فكره الطول والحاجات دي بيبقى نوتريشن يعني منذ الصغر يعني. واحنا انا كاستشاري نساء وتوليد بقول دايما للسيدات اللي بيجوا عندي بقول لهم انت بتحط صحه عيلك، وان هو انترا يوتراين وهو داخل الرحم، فانت انت اللي لازم بتحددي، انت اللي فانت لازم قبل الحمل، ودي في كل الدول المتقدمه بتروح تشوف هي قبل ما تفكر ان تحمل صحتها شكلها ايه، هل عندها حاجه تقدر تظبطها، انيميا تظبطها، سكر تظبطه، الكلام زي ده، تدخل لغايه ما الدكتوره تقول مستعدة لها يو كان جيت للمرحلة دي. بريجننت، تقدري تدخلي تحملي، بعد ما تحمل تدخل تتابع علشان صحه عيلها، وتاخد التغذيه السليمه وتاخد العلاج السليم علشان الطفل ده هي مظبوط، تحط له صحته وهو داخل الرحم. ما دي اهم حاجه يا دكتوره شادي، عشان كده احنا لازم نوعي المشاهدين برضو دورنا ايه بالظبط، ونفهم المشاهد التامين الصحي الشامل، وان فعلا لا ده حلم، ده الانسان حلم بس لازم يكمل يكون على على خير ان وعي. شاء الله. بدا تطبيقه فعلا. طيب انا كمريضه يا دكتوره شادية، انا دلوقتي معيش الاشتراك مثلا، نسبه الاشتراك بتبقى ايه؟ بتختلف من فئه لمعينه ومن ظروف
على كل حسب مواطن على حسب هي نسب معينه من المرتب ونسب للزوجه والاولاد من المرتب على حسب المرتب، اللي مرتبه قليل بيتاخد منه قليل، المرتب بيبقى في متناول الجميع اللي اكتر من، عشان كده بقول لك قانون تامين صحي شامل تكافلي، قلت لك حط تحت تكافل اجتماعي، اللي مش قادر الغير قادرين الدوله بتتحمل اشتراكاتهم، ودول حوالي تلت حوالي 33 مليون من الشعب المصري الدوله هتتحمل اشتراكاته اللي هم غير قادرين، وهم بقى هيشوفوا المحددات زي لما كانوا بيعملوا محددات لتكافل الكرامه ده محتاج او مش محتاج، فهيشوفوا المحددات ان ده غير قادر فالدوله هتقوم بيه. مظبوط. وطبعا بيبقى المطلقه بيبقى ليها طبعا نسبتها، والغير قادرين والارمله مثلا دي احلى حاجه برضه الحالات الغير قادره الدوله اللي هتقوم بيها. والحقيقه احنا دايما يعني مصر نقول ايه الخير في امتي الى يوم الدين، الحقيقه المصريين فعلا فيهم حته العطاء والمجتمع المدني والجمعيات الخيريه، الحقيقه هم بيبقوا في سعده ان بيساعدوا الفئات اللي حضرتك ذكرتيها دي، سواء ارمله او مطلقه او غير قادره، الحقيقه في كتير عندنا في الشعب المصري ورجال الاعمال بيعملوا. احنا عايزين برضه يا دكتوره شاديه نظام عشان التطبيق القانون التامين الصحي الشامل ده يفضل مستمر، وبرضه يكون والمواطن يكون له دور عشان استمراريته لحضرتك قلتيها مهمه قوي. لازم يبقى تمويله مظبوط، انا اي حاجه في الدنيا ابقى عامله لها دراسه تمويليه مظبوطه. تخطيط يا دكتوره شاديه ده لازم. ما هو في مثل انجليزي بيعجبني قوي بيقول لك ايه، فيلير تو بلين از بلين تو فيلير، لو احنا فشلنا نحط خطه فده طريق للفشل، اي حاجه تخطط لها حتى لو احنا انجزنا 70% من الخطه يبقى نجحنا. يعني واخده بال حضرتك؟ لكن الحاجه اللي بتمشي امبيريكال كده او عشوائيه اي حاجه عايزه فعلا تخطيط. وبعدين بيبقى كل واحد ليه دور، الدكتور ليه دور، المواطن ليه دور، الدوله ليها دور. بس احنا فعلا عايزين توفير اطباء، يعني جمال برضك دور الاطباء بقى وتدريبهم كمان يا دكتوره شاديه ده شيء مهم جدا. واخد مرتباتهم يا فندم، يعني احنا دلوقتي في التامين الصحي الشامل المرتب الطبيب النايب 10,000، ال 12,000 الاخصائي، الاستشاري مش عارفه 14 او 16,000، هو ده المفروض اللي ياخده الطبيب علشان يعني اضمن ان يقعد في المستشفى ويخدم وما يجريش على مستشفى خاص وما يجريش على ده، يبقى اديله على الاقل كفايته. وعشان كده احنا بنقول نظره لمرتبات الاطباء، لان هو العمود الفقري للمنظومه الطبيه. لو كل الاكويبمنت وكل الجاهزيه بتاعت المستشفيات وكل الخطط وما عنديش الطبيب اللي هيشغل هذا الكلام، يبقى كل ده مش هيبقى. فنظره ان الطبيب ياخد مرتبه اللي يعيشه زي في اي حته في الدنيا بره، كنا عايزين يبقى بهذا التقدم يقعد ويقعد في المكان بتاعه ويبقى خايف على مرتبه. يعني انا لو جيت قلت له هعاقبك لو ما لقيتكش يخاف في مرتب، لكن هعاقبك طب انت بتديني 2,500 سلام عليكم واستقالتي. برضه احنا لسه في بدايه صعبه في الاول، يعني احنا بنوقف تاني مصر على رجليها من التعليم ومن الثقافه ومن سلوكيات كمان المجتمع، فدي شيء جميل جدا. وكمان الصحة دي حاجة أساسية زي ما حضرتك قلتي. طب في هيئات بقى يا دكتورة مسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الشامل؟ يعني أنا متهيألي كل واحد بيبقى ليه دور هنا، الاندماج بيبقى شيء جميل كمان حتى في الوزارات. يا فندم أنا بقول لحضرتك هي ثلاث هيئات، هيئة اللي هي وزارة الصحة مقدم الخدمة، هيئة التمويل رئاسة الوزراء، هيئة رقابية من رئاسة الجمهورية. وانا طبعا كان ليا اقتراح برغبه قدمته، ان انا كان نفسي اعمل ميرج بين بعض الوزارات اللي هي يعني اندماج وتبقى وزاره واحده ويبقى ادارات. اولا هعمل حاجه هوفر على الدوله فلوس وزارات زياده طبعاً. ووفر عن المواطن ان يجري من الوزاره دي للوزاره دي، واحيانا يبقى في تعارض دي تقول له وده يقول له لا القرار ده ما ينفعش عندي، لا لما تبقى وزاره واحده وقرار واحد ادارات يبقى كله معروف، يبقى هوفر على المواطن هوفر على الدوله. طيب يعني انا عندي 33 او 32 وزاره،
طب ما انا ده انا عندي امريكا عندها ما اعرفش 15 وزاره بكل ده، انا ليه ما اخليها 18 20 وقلت الوزارات اللي تندمج مع بعضها؟ احنا في البدايه بنعمل تخطيط، هوفر وزير وهوفر مظبوط سكرتاريه وزير فلوس كتير كتير والله طب دكتور انا كمواطن عايزه اشترك بقى، حضرتك قلتي ده ده بيبقى هو كله بيشترك كل طيب الشروط ايه؟ الورق ايه يا دكتوره شادي؟ ما كل المواطن ما فيش هو يعني بطاقتي مثلا شهاده ميلادي طبعا طبعا ما كل ده مسجل. احنا على فكره احنا عملنا في يعني جهاز الاحصاء ده عمل شغل الايام اللي فاتت دي السنين اللي فاتت يعني حصر كل المواطنين حتى الوفيات في الحال بتنزل ده توفى بينزل يعني احنا كانوا قاعدين عندنا في لجنه الصحه قال لك في العشر دقايق اللي فاتوا دول كم وفي وفيت بقى مات النهارده وكم مولود اتولد دلوقتي احصائيات على طول اول بتنزل بأول على طول بنلاقي الوفيات ايه المواليد ايه ففي بقى في داتا بيز بالنسبه للاحصاء اللي انا رقم القومي بتاعي ادخله وتنزل كل البيانات بتاعتي واذا كان والمتوفي متوفي يعني مش عارفه حد قريب جدا بيقول لي انا ما اعرفش رحت اجيب معاش ايه كده ازاي عرفوا ان هي ماتت وهي لسه ميته من ثلاث ايام في قلت له ده في الحال الحال ما كانت ما كانت مكاتب الصحه كانت طيب دكتوره شاديه طبعا حلوة. حوار جميل مع حضرتك وللاسف وقت انتهى بس عايزين بقى تنصحي مشاهدينا بمنظومه التامين الصحي الشامل توعيه ان شاء الله كده. احنا في اولا هي ناجحه جدا في بورسعيد وهتنتقل لمحافظات اخرى احنا معلش هقول لبتوع الجيزه معلش احنا اخر ناس ثالث مرحله ثالث مرحله فان شاء الله بس احنا عندنا مستشفى جميله جدا اتعملت نموذجي اللي هي كانت مستشفى العجوزه وبقت مستشفى نموذجي في الجيزه وبرضك في اصلاح ان شاء الله قايمين بيه في معظم مستشفيات الجيزه واحده بواحده طبعا في حاجات ناقصه كتير جدا مراحل فعلا بشكرك جدا يا دكتوره شاديه والمشاهد طبعا استفاد من حضرتك كتير جدا وان شاء الله نتمنى تطبيق القانون ده على اكمل وجه ان شاء الله باذن الله مصر لما تريد باذن الله قويه بتستطيع باذن الله ان شاء الله بشكرك جدا مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم طبعا بنشكر ضيفتنا العزيزه النهارده الدكتوره شاديه ثابت عضو مجلس النواب المصري عن لجنه الصحه أتمنى لكل مشاهدينا إن هم يكونوا استفادوا من حلقتنا ومنظومة جميلة جدا وتوعية أفضل لنا إن أنتوا تكونوا عندكم دراية كافية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مشاهدينا أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة مع راحة البال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة مع راحة البال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة مع راحة البال يا صباح الصحة والخير